أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، ونتناول فيها كالمعتاد أبرز ما جاء في بعض الصحف المحلية والعربية التي تطرقت إلى مستجدات شأننا اليمني. أرحب بكم. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: إب عصابة حوثية تمارس التقطعات والحراب بيريم وتنهب شاحنة محملة بزيوت. مقتلة كبيرة للحوثيين بغارة جوية هي الأعنف في الضالع. ميليشيا الحوثي تعتقل مواطنين خرجوا بعد سماعهم. انفجار سيارة مفخخة في شارع 16 بصنعاء. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: بكر سرحان يغلق شوارع وينشر قناصة في الروضة ويتحدى المحور الأمني. مصادر تكشف عملية غسيل أموال ضخمة وراء حملة تبرعات الحوثي لحزب الله. خسائر ثقيلة للحوثيين جراء غارة جوية واستهداف صاروخي ومدفعية في شمال الضالع. الموقف في جبهات الحديدة والساحل، هل اقتربنا من المعركة الكبيرة؟ وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العنوان التالي: صراع الأجنحة الحوثية، الإعدام لنائب محافظها في الحديدة. عدن تايم أوردت العناوين التالية: تمويل معسكر لتوطين الأفارقة في إب يفضح التناقض الأممي بالتعامل مع المشهد اليمني. عائلة الحوثي تسيطر على مفاصل الداخلية ومواردها المالية. الأيام طالعتنا بالعناوين التالية: اتفاق يمني سعودي لحلحلة ملفات أمنية وعسكرية. سفير فرنسا: اليمن مقبلة على مرحلة سياسية تستوعب المتغيرات على الأرض. الحياة أوردت العناوين التالية: جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج اليمنيين. قرقاش: التحالف العربي في اليمن صلب وقوي. الشرق الأوسط طلعتنا بالعناوين التالية: يعززها فرق حقائب سيادية وخدماتية أبرزها الخارجية. ترجيحات تعديل وزاري وشيك في الحكومة اليمنية. اليمن نموذج تعاون للرياض وواشنطن في تأمين الملاحة. تناقض أممي حول تمويل معسكر لتوطين الأفارقة في إب. صراعات الداخل تتفاقم بين قيادات الجماعة. عائلة الحوثي تقصي الخيواني وتحكم قبضتها على داخلية الانقلاب. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. قرقاش: التحالف العربي يستعد لمرحلة جديدة في اليمن. كتيبة حراسة من الأطفال جديد الحوثي في إب. وفي مقالنا لهذا اليوم كتب جلال محمد تحت عنوان: مراكز الحوثية تفخخ جيلا بأكمله بثقافة تستسهل القتل، قال فيه: تتعدد الأساليب المتبعة في تلقين الأتباع، وتتنوع طرق الاستقطاب بشتى الوسائل للشباب والنشء من قبل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الحوثي الكهنوتية التي تمارس كل الأساليب والطرق لجذب الشباب والقاصرين إليها وتأهيلهم بما يتناسب وسادية الجماعة ومشروعها الدموي العنصري القائم على استمرارية القتل والقتال وإرهاق الوطن والمواطن وإبعاده كليا عن الالتفات لما ترتكبه هذه الجماعة في دولته ومؤسساتها وما تؤسس له من فكر طائفي سلالي دخيل، مستغلة الجهل والعوز الذي تعاني منه شريحة كبيرة من أبناء شعبنا اليمني. ثقافة قاتلة مدمرة تقوم عليها هذه الجماعة، وعبارات سيئة تفخخ بها عقول الصغار في المراكز الصيفية، ولعل كل ما يعتمل سيزيد من عمر هذه الجماعة حين يكتشف الجميع أن جيلا بأكمله تم تفخيخه فكريا بثقافة تستسهل القتل وتحث عليه، تعادي السلام وتعتبره خنوعا وخيانة، وتكره الحياة باعتبار محبها ذليلا. ولا يسري هذا الفكر بالطبع على أبناء السلالة الذين يحظون بالتعليم الجيد وتوفر كل متطلبات الحياة الكريمة، بينما ينحصر أمل أطفال عامة الشعب في الوصول باكرا لسبيل الماء كي يتمكنوا من جلبه قبل أن يسبقهم إليه أحد. ما لفت انتباهي خلال هذه الأيام
وتبدل بعض العبارات التي يتم حشوها للصغار والمراهقين كثقافة حوثية دموية يكذبون بأنها قرآنية. فعلى سبيل المثال، كانت الجدران والمنشورات تمتلئ في السابق بعبارات تحث على الجهاد والشهادة والموالاة، إضافة للشحن المذهبي المتطرف والرفض للتعايش مع المختلف. وكانت النتيجة الحتمية لهذه الثقافة الفكرية المفخخة أن رأينا مئات بل آلاف الشباب والقاصرين وهم صرعى في جبهات القتال، بدلا أن نجدهم في الصفوف الأولى في المدارس والمعاهد. وهذا ما مكن الجماعة من حشد تلك الأعداد بعد أن لعبت في إعداداتهم العقلية الفطرية. ويضيف الكاتب: إضافة للعبارات التي تشوهت بها أغلب جدران صنعاء وجميعها تحث على الدم والقتل والبؤس، وكل ذلك في سبيل مشروع دفنه اليمنيون منذ عام 1962، وما زال الأغبياء يأملون ويعملون على عودته، رغم المؤشرات التي توضح لهم رفض الماضي والقطيعة معه في أغلب المناطق اليمنية. ولو كانوا يفهمون لتساءلوا: يا ترى لماذا عندما يتم طرد الحوثيين من منطقة لا يستطيعون العودة إليها؟ سوف نتحدث مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة عن ازدياد وتيرة صراع الأجنحة بين الميليشيات الحوثية. معي ضيفي في الاستديو الأستاذ وضاح الجليل، كاتب صحفي، وسوف يكون معي عبر الهاتف الأستاذ ثابت الأحمدي، كاتب ومحلل سياسي. نذهب إلى فاصل ثم نعود. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. أبدأ مع ضيفي في الاستديو الأستاذ وضاح، أرحب فيك أستاذ وضاح إلى حلقتنا لهذا اليوم. بداية، ازدياد وتيرة الصراعات بين الأجنحة الحوثية، ما حصل في محافظة إب قبل فترة وجيزة من صراعات وأودت أيضا إلى القتل واستبدال عناصر الميليشيات بعناصر أخرى. هناك أيضا ما حصل في ذمار، الآن ما حصل في محافظة الحديدة وكذلك في عمران، كيف تقرأ ذلك؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين ولطاقم القناة. من الواضح أن جماعة الحوثي بدأت التخلص، أو هي بدأت مبكرا التخلص من حلفائها وكل من مهدوا لها الطريق للحصول على هذا النفوذ، وحاليا بدأت أيضا بالتخلص من الأعوان الأصغر فالأصغر. هذه العملية ليست فقط كما تبدو أنها تخلص من الأعوان، بل هي عملية تطهير، يمكن أن نقول أنها موجهة لتصفية المجتمع اليمني وتجريده من كافة التكوينات السياسية والاجتماعية. جماعة الحوثي أفرغت المجتمع اليمني من السياسة، وحاليا تسعى إلى إفراغه من التكوينات الأخرى القبلية والاجتماعية ليصبح كما تتمنى هي مكونا، أو عفوا مجتمعا بمكون واحد، مكون تابع للجماعة لا يسود فيه سوى جماعة الحوثي، ويكون زعيم هذا المجتمع هو السيد، يفرغ المجتمع تماما من أي تشكيلات أخرى قبلية أو اجتماعية، يصبح مجتمعا من التابعين، لا توجد فيه تكوينات اجتماعية وصفات اجتماعية سوى أنهم تابعين لجماعة الحوثي، وجماعة الحوثي هم الأسياد ومن تحتهم هم العبيد. هذه العملية تتعالى وتتواتر، ويبدو أن جماعة الحوثي استفادت في هذا الشأن من الثورة، ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، وتجربة الخميني في تصفية المجتمع وتجريده من كافة أدواته السياسية والاجتماعية من حضور النخب الاجتماعية فيه. صحيح أن هذه الشخصيات القيادية التي تم التخلص منها خلال الأيام الماضية سواء بالقتل والإعدام الميداني أو بحكم الإعدام مثلا في الحديدة، صحيح أنها شخصيات
فردي يعني أنهم أفراد وهم تابعون كانوا لجماعة الحوثي، لكن جماعة الحوثي تريد أن تصفية المجتمع من النخب والقيادة المجتمعية. هؤلاء كانوا يمثلون قيادات مجتمعية سواء اتفقنا أو اختلفنا. نعم أستاذ وضح، لكنهم كانوا هذا زي ما تقول أنت هذه النخب أو القيادات السياسية كانت هي مع الميليشيات الحوثية. مثلا ما حصل في عمران من قتل وسحل الشيخ قشيرة هو الذي سهل لها، كان طبعا من أولى المشايخ المتحوثين وسهل دخول الميليشيات الحوثية إلى محافظة عمران واشتغل معهم على طول هذه الفترة. كذلك ما حصل في إب، نائب أيضا محافظة الحديدة، نعم الحديدة، وأيضا عين قائما بالأعمال أعمال المحافظ. هؤلاء نماذج متحوثة وحوثية، وبالعكس قمعت الناس وساهمت في نشر الفكر الحوثي. برأيك لماذا هناك الآن أصبحت الآن الوتيرة هي داخل هذه الجماعة ما بينها الميل؟ نعم أنا ذكرت هذا الأمر، هذه الشخصيات هي كانت شخصيات قبلية واجتماعية من خارج جماعة الحوثي ومن خارج المكون الأساسي لجماعة الحوثي، لكنها وبرغم ما قدمته من خدمات لجماعة الحوثي لكنها تبقى مكونات اجتماعية خارج جماعة الحوثي. جماعة الحوثي أو الحوثيون يريدون تصفية المجتمع من هذه النخب، اتفقنا أو اختلفنا مع هذه القيادة التي يتم الآن تصفيتها، لكنها كانت تمثل، هذا أمر واقع، كانت تمثل قيادات قبلية واجتماعية لهذه المجتمعات والمجتمعات المحلية. جماعة الحوثي تريد أن تحول المجتمع، تصفية المجتمع من أي شيء يمكن أن يناهضها. في البداية قامت بتصفية المجتمع من السياسة، منعت الفعالية السياسية والأحزاب السياسية وطردت خصومها السياسيين تماما، وصفت قامت تصفية المجتمع من كافة الأطياف والأحزاب السياسية الموجودة، ثم بدأت بالتوجه إلى تصفية مظاهر هذه الأحزاب السياسية مثل الإعلام ووسائل الإعلام، ولم تبقى إلا وسائل الإعلام الناطقة باسمها، ثم بعد ذلك تخلصت حتى من حلفائها السياسيين، ذهبت الآن بدأت تتخلص من هؤلاء. هؤلاء لم يعودوا لم يمثلوا بالنسبة لها رقما، هم ساعدوها في الماضي ومكنوها من يعني كانوا مجرد أدوات. نعم كانوا أدوات، حاليا هم يمثلون بالنسبة لها مشكلة بأنهم ما زالوا يقودون مجتمعات محلية صغيرة تسمى القبيلة. الجماعة الحوثي لا تريد حتى القبيلة أن تكون موجودة، تريد مجتمع صافي خالص من الأتباع، ليس له أي تمثيل بأي شكل وبأي صفة، مجتمع يتبع مباشرة جماعة الحوثي. سينقسم وفق تصور جماعة الحوثي، سينقسم المجتمع إلى طبقتين، الطبقة السادة هم الحوثيون السادة والأشراف، والطبقة العبيد بقية المجتمع. ليس لهؤلاء العبيد كما تتصور جماعة الحوثي، ليس لهم من يمثلهم، وهي تسعى الآن إلى تصفية كل ما يمكن من يمكن أن يكونوا ممثلين لهؤلاء العبيد كما تراهم من مشايخ أو قادة مجتمعيين. وكذلك نحن لاحظنا أن جماعة الحوثي تفرغ المجتمع من كل شيء، دمرت المؤسسة التعليمية وعينت شخص جاهل في قيادة وزارة التربية والتعليم، وأوقفت رواتب المعلمين وتحولت المدارس. نعم وضح، سوف أعود لك. نعم نعم تفضل. نعم أذهب الآن إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ ثابت الأحمدي. ثابت مساء الخير، كنا بنتحدث نعم أرحب فيك. بنتحدث اليوم عن صراعات الأجنحة داخل القيادات الحوثية ما حصل الآن من قيام الميليشيا الحوثية بتصفية المتحوثين وكذلك المشاركين في دخولها ومسك وأيضا إمساكها لمحافظات ومناطق معينة، منها ما حصل الآن في الحديدة وكذلك قبلها في إب، ومن أيضا هناك الكثير، وآخرها ما حصل للشيخ قشيرة في محافظة عمران الذي طبعا طاله السحل والقتل. كيف تقرأ ذلك؟ عزيزتي والمشاهد الكريم، الآن نتحدث عن الصراع بين المحافظين والمحافظين، يجب علينا أن نعي أن هذه الجماعة تستند على نظرية فوضوية تاريخية، نظرية عنف، نظرية صراع، هي التي تستند إليها وتحدد سلوكات الأمر الواقع. كل ما يجري من سلوك عملي ومن مخرجات عملية على أرض الواقع هي في الأساس
المخرجات النظرية الهادوية السياسية التي تستند عليها، وهي نظرية عنف ونظرية صراع عبر التاريخ كما أسلفت. وما يجري اليوم ليس غريبا لمن طرأ واطلع وغاص في دخائل وفي عمق هذه النظرية. نعم. الصراع الحاصل اليوم، الصراع البين البيني والصراع البين الخارجي مع الجماعة الأخرى، هو لابد أن يحصل وفقا للمحددات النظرية لهذه النظرية التي يرتكزون عليها. لا يمكن لهذه الجماعة أن تستقر، لا يمكن لهذه الجماعة أن تتعايش مع أحد على الإطلاق. هي مثل رقم 11 كما يقال، لا ينقسم إلا على نفسه، وهي كذلك لا تنقسم إلا على نفسها. لا تؤمن بالآخر يعني مشاركا أو متشاركا أبدا، إلا أن يكون تابعا، إلا أن يكون مواطنا من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو عبدا بلغة أوضح. أما أن تقبل به إنسانا مواطنا فهذا من المستحيل، من سابع المستحيلات. النظرية الهدوية التي يمثل عبد الملك الحوثي آخر وصولها اليوم وآخر طبعاتها، لا تزال كما وضعها الكهنوت الأول والأكبر يحيى حسين الرصي في القرن الثالث الهجري، لا تزال هي نفسها ولم تتطور شعرة واحدة حتى الآن. نحن اليوم في عصر الدولة الوطنية، دولة النظام والقانون، دولة الدستور، الدولة بمفهومها الثلاثي، السيادة والنظام والنظام السياسي والشعب. يعني لا وجود لهذا المفهوم، هو مفهوم الدولة الوطنية بمفهوم المعاصر، لا وجود لها في أدبيات هذه النظرية ووعي هذه الجماعة. لا يزالون إلى اليوم يتصرفون بنفس ثقافة ووعي وفكر الهادي يحيى حسين الرصي قبل أكثر من 1000 سنة أو يعني ما يزيد عن ذلك. وبالتالي فما حصل أمر طبيعي ومتوقع كما قلت لمن نعم اعتبر ثابت. كيف نعم. تفسر محاولة الميليشيات الحوثية كسر هنا كسر العظم، محاربة القبيلة قبل أيام قتلت الشيخ الوروري وهو من قبائل بكي حاشد، والشيخ قشيرة وهو من قبائل وكذلك مشائخ بكيل، يعني البكيل وحاشد واستهداف أكبر مشائخها وقتله بهذه الطريقة والسحلة أيضا. لماذا تريد كسر عظم هذه القبائل بالذات؟ كما قلت، هذه الجماعة لا ترى إلا نفسها فقط ولا تؤمن بأحد شريك أو متشارك معها أبدا. نعم هذا أنت ما قلت، لكن أنا أريد أن أفهم، هل هو مثلا هذا ما تقوم به الميليشيات الآن الحوثية كتوجيه رسالة لبقية القبائل أم ماذا؟ أولا علينا أن نعرف أن هذه الكروت تم استخدامها في السابق وانتهت، يعني نعم. استخدموها وهي تحمل الحقيقة بعض الأسرار، خاصة فيما يتعلق بالمشايخ عمرا تحديدا وبعض الشخصيات الاجتماعية من صنعاء. استخدمت منذ العام 2014 وربما من قبل 2014 وإلى الآن انتهى دورهم تماما وأصبحوا في حكم المستغنى منهم، وبالتالي من الطبيعي أن يتخلصوا منهم ليتخلصوا من الأسرار يعني بصورة نهائية، وكما يقال بيزيا جزاء سنمار، يعني يدفنوا وتدفن أسرارهم معهم. ثانيا هؤلاء المشايخ قد يكون ربما بعضهم تراجع أو بعضهم قد يكون أنب ضميره أو اعترض على تصرف معين من تصرفات الجماعة الحوثية، وهذا لا يليق لهم بطبيعة الحال. لا بد أن تكون متوائما معهم، لا بد أن تكون متوافقا، لا بد أن تكون طائعا 100%، أو فأنت منافق كافر عميل إلى آخر تلك الألقاب التي يوصمونها خصومهم. نعم، أعود إلى ضيفي في الاستديو وضاح. الميليشيات أيضا تقوم بتصفيات وكذلك مسك وزارات معينة، منها الآن عبد الكريم الحوثي استولى بشكل كامل على وزارة طبعا الداخلية ومواردها المالية، قام بإقصاء عبد الحكيم الخيواني وإغلاق مكتبه برغم أن الخيواني هو منهم، لكن لماذا السيطرة هنا في العائلة الحوثية على هذه الوزارة ومواردها بالذات؟ نعم، في البداية تحية للأستاذ الباحث ثابت الأحمدي.
بالفعل يبدو أن جماعة الحوثي لا تكتفي بتصفية المحيط الاجتماعي وإفراغه من كافة التشكيلات والتكوينات، بل أن هناك ما يشير إلى أن هناك حرق للمراحل، هناك نقلة إلى صراع الأجنحة الحوثية داخل جماعة الحوثي نفسها وليس فقط مع أعوانها. هذا الصراع انتقل داخل جماعة الحوثي حتى اللحظة هو لم يتمظهر كصراع دموي عسكري، ما زال في بدايته الأولى صراع وتنافس على المناصب، ربما لاحقا وهذا متوقع جدا بأن يتحول إلى صراع عسكري وتصفية دموية بين أقطاب وأجنحة جماعة الحوثي، لكن في المرحلة الحالية ما تزال جماعة الحوثي في طور التأسيس لمشروعها وحمايته، ولكن صراع الأجنحة الآن كما ذكرت هو يتجلى في التنافس على المناصب وعلى الاستحواذ على مراكز القوة. حاليا بعض الأسر الحوثية وخصوصا المقربة من جماعة الحوثي تريد أن تستأثر بمراكز القوة والنفوذ، ومنها المال وأيضا العقارات وما شابه ذلك. هذا الإجراء الآن بإقصاء عبد الحكيم الخيواني وهو من المقربين جدا والمتعصبين جدا لجماعة الحوثي وقدم لها الخدمات الكثيرة، من الواضح أنه يأتي في ضمن هذا الصراع لمحاولة مركزة المال والنفوذ في تيار واحد داخل جماعة الحوثي، وهو التيار المتصل رأسا برئيس أو بقائد هذه الجماعة هو عبد الملك الحوثي. هذا تحين واستباق للصراع الذي سيحين مستقبلا، لكن جماعة الحوثي تؤجل هذا الصراع الداخلي بينها إلى حين أن تضمن وتتأكد بأن أعدائها لم يعد بإمكانهم مواجهتها أو أنها أمنت على نفسها وأمنت على مشروعها. بعد ذلك ستنتقل إلى الصراع الداخلي والتصفية الداخلية حتى يصفوا منها تيار معين أو جناح معين. هذه الصراعات ستتجلى في عدة أسباب ودوافع. هناك دافع مثلا العرق الأنقى، هناك حتى داخل جماعة الحوثي هناك أسر ومجامع ترى بأنها هي الأكثر نقاء في نسبها واتصالها بنسب الإمام علي، وهناك وترى أن غيرها أصله ركيك ونسبه ضعيف. هناك أيضا صراع مناطقي ما بين مكونات هذه الجماعة، بعض المنتمين إلى بعض المناطق يرون أنفسهم أنهم الأفضل وأنهم قدموا تضحيات أكثر في سبيل مشروع الحوثية وإعادة إنتاج الإمامة، وهنا يبدو أن متحوثي أو حوثيي صعدة هم من يرون أنفسهم بأنهم قدموا هذه. نعم، إذن منطلق من هنا من تساؤلك بالنسبة الآن لاستبدال المتحوثين، تقوم الميليشيات الحوثية الآن بتصفية واستبدال المتحوثين بأبناء مران وكذلك السادة المتواجدين أو ما تسميهم السادة حتى لو كانوا من مناطق أخرى، تقوم باستبدالهم الآن من أبناء مران، كيف تفسر ذلك؟ نعم، هو ما أشرت إليه بأن هناك العملية تتبع على مرحلتين. المرحلة الأولى تصفية المجتمع من أي نخب أو قيادة يمكن أن تمثل عائقا أمام مشروع الجماعة، ومن ثم داخل الجماعة نفسها هناك صراع مناطقي وأيضا صراع أسري للوصول إلى الحكم أو للوصول إلى مراكز النفوذ والقوة. حاليا يتم هذا الصراع والتصفية يحدث بهذا المنحى الذي ذكرته أنت، تحويل أو مراكز النفوذ إلى مراكز النفوذ والقوة إلى الحوثيين مران بصفتهم هم من قدموا التضحيات ومن حملوا المشروع منذ بدايته، وإضعاف بقية الأجنحة والأطراف والتيارات الأخرى. الصراع هذا أيضا سيأخذ بعد آخر، طالما وأن جماعة الحوثي هي ذراع عسكري لإيران فبالتأكيد أن التيارات نعم لنا أكثر من 3 أشهر وهناك حملة من الميليشيات الحوثية الواسعة على محافظة أو منطقة عمران بالذات،
طبعا خصوصا مشايخ بكيل بدأت طبعا بقتل الشيخ أحمد السكني. بعد ذلك حصلت مناوشات شديدة ما بين أبو علي الحاكم والشيخ، مناوشات هنا مشادات كلامية ما بين أبو علي الحاكم وكذلك مجاهد القهالي وزير سابق. يقال أنه من أبو علي الحاكم مد يده عليه، وكذلك أخيرا قتل الشيخ قشيرة وسحله بهذه الطريقة، رغم أن الشيخ قشيرة هو من سهل للميليشيات الحوثية دخول معسكر 110. برأيك لماذا هذا الاستهداف لمنطقة عمران ومشايخ بكيل بالذات؟ نعم، يمكن أن نقول أن اللواء 310 عفوا. نعم، محافظة عمران هي المحافظة الأكثر ثقلا بالنسبة للبنية القبلية، أكبر بنية قبلية هي تتواجد في محافظة عمران، وهي بنية قبلية مجردة من الانتماءات الطائفية والمذهبية بعكس محافظات أخرى مثل محافظة ذمار. في عمران المواطنون لديهم ولا أكثر إلى القبيلة أكثر من المذهب أو الحزب أو غير ذلك. وأنا ذكرت في بداية البرنامج بأن جماعة الحوثي تعمل على تصفية القبيلة وتصفية المجتمع من تكويناته الاجتماعية مثل القبيلة، وأيضا تصفية المجتمع من النخب المجتمعية، حتى وإن كانت هذه النخب المجتمعية ساهمت وقدمت خدمات كثيرة للحوثيين. الأمر يتعدى كونها تتخلص من أعوانها، هي تعمل على تصفية المجتمع من أي مكونات أخرى تضمن للمجتمع مواجهة جماعة الحوثي أو الوقوف ندا لها. تريد أن تحول المجتمع إلى مجموعة أو مجاميع من التابعين، ومحافظة عمران هي المحافظة الأكثر في والأقوى في البنية القبلية. جماعة الحوثي لا تنطلق هكذا اعتباطا أو بعفوية، هي بالتأكيد ذكرت سابقا أنها استفادت من النظام الإيراني والنظام الخميني، إضافة إلى ذلك ربما تكون استفادت من تجربة الإمامة في اليمن والتي حكمت اليمن على مدى أكثر من 1200 عام، استفادت من تجارب قمع اليمنيين ومواجهتهم، وحاليا تسعى إلى إفراغ المجتمع اليمني من أي تكوينات تضمن للمجتمع مواجهتها بما في ذلك القبيلة. هناك وعي كامل تمارسه جماعة الحوثي، من المؤكد أن لديها الكثير من الاستشاريين والمفكرين والمثقفين، وهي أيضا جماعة الحوثي برغم أنها تتجه إلى تجهيل المجتمع وتدمير البنية التعليمية، لكنها تعمل على تعليم أبنائها وأبناء الأسر الكبيرة فيها. نعم، سوف أعود لك ووضح ثابت الآن إلى الأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت. نعم. برأيك ما تقوم به الميليشيات الحوثية من أكثر من 3 أشهر باستهداف بكيل عمران بالذات، هل هو الآن يعتبر تأطير للقبيلة أم أنه هنا كسر حاجز الخوف من القبيلة وأيضا اعتبارها عبرة لبعض القبائل الأخرى؟ بالتأكيد هي توصل عدة رسائل لبقية المشايخ من خلال قتل هذا الأخير أو النموذج الأخير من جاحد قشيرة، إلى أن مصير أي واحد منكم يحاول أن يرفع رأسه مصيره هو نفس مصير هذا، حتى وإن كان معنا من السابق، حتى وإن قدم لنا خدمة، حتى وإن كان من حلفائنا، لكن إياكم والاعتراف إن مصير أي واحد منكم هو مصير من جاحد قشيرة. لا ننسى منظرين من كبار ترابلتهم الكبار الذين قضوا عليهم سابقا، حسين شرف الدين، محمد عبد الملك المتوكل وغيرهم الذين بقوا ينظرون الإمامة أو متعاونين مع الإمامة بطريقة ذكية ومنذ عقود طويلة، وهيئوا لهذه طريقة يعني المباشرة وغير المباشرة، وبالنهاية قضوا عليهم بداية الانقلاب. محمد عبد الملك وحسين شرف الدين فكانتهم جماعة الحوثية. الصراع داخلي وأيضا داخلي خارجي، ولا يمكن على الإطلاق لهذه الجماعة أن تهدأ أو تحترم أحد على الإطلاق، لا من داخلها ولا من خارجها، جماعة عنف وجماعة صراع عبر التاريخ. الأمر هكذا، هي لا تقبل بأحد أبدا. يعني قتلت كل شركائها، قتلت يعني سجنت كل يعني حتى من قيادة اللقاء المشترك سابقا الذين كانوا
يعني متعاطفين معها إبان النظام السابق، وبالتالي فلم تبقي على صاحب لأنها لا ترى إلا نفسها فقط، وبينهم درجات تنظيمية كهنوتية داخلية تاريخية. نحن نعرف هناك صراع تاريخي بين هاشمية صعدة وهاشمية صنعاء، يعني هاشمية صنعاء يقولوا أنتم رمزين للعلم ونحن في هاشمية صعدة رمزين للحكم وأنتم مفرطون، سنحال هاشمية صعدة. نعم، وعشان كذا هي تكون باستبدالهم من هاشمي مران. نعم تماما، ولحد الآن حتى كثيرون من هاشميين صرعة ونحن نعرف على التفاصيل أيضا حتى الآن الذين برزوا في البداية وكانوا وجوها بارزة وقوية في الانقلاب لقوا كثير من التهميش في الفترة الأخيرة، لأن هناك أولويات بالنسبة لهم، أولويات من فريق يعني صعدة تحديدا لهم أولويات على مستوى مفاصل الدولة كاملة. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ثابت الأحمدي. أعود لك وضح، كنا زمان نسمع عن أسماء حوثية بين هلالين ما يسمى لديهم هاشمية، وكانت قوية جدا وأسماء رنانة اختفت، أسماء أيضا نسمع عنها أخبار أنها اغتيلت بطريقة غامضة، منها ما وزير داخليتهم الماوري وغيرها من الأسماء. الآن أصبح هنا التصفية علنية، برأيك ما الذي تغير؟ نعم، جماعة الحوثي في بداية انطلاقها عملت على تصفية مجتمعها نفسه من الشخصيات التي يمكن أن تكون وسطية ومعتدلة وتقبل بالآخر وتسعى إلى تقديم نموذج للقبول بالآخر، حتى وإن كان هذا من باب ما يسمى ب المواربة أو التقية، لكن جماعة الحوثي كانت تريد لا تريد التشويش على أتباعها، ومن خلال هذه الشخصيات تريد أتباع يقدسون مقولات السيد عبد الملك الحوثي وينطلقون بدون أي تردد ولا نقاش ويقاتلون الآخر ويعملون على تصفيته بصفته عدوا لا يمكن التهاون معه. إضافة إلى ذلك، جماعة الحوثي من المؤكد أنها استرجعت الكثير من الصراعات الداخلية داخل مكونات أو مكون الإمامة التي حكمت اليمن عبر التاريخ. كانت مثلا جماعة الحوثي في عهد الإمام خلال حكم حميد الدين كانت أسرة الحوثي مضطهدة ومقصية ومهمشة. حاليا هناك ما يشبه الانتقام من آل حميد الدين، نحن لا نلاحظ أن هناك وجود لآل حميد الدين في كل تمظهرات الحركة الحوثية وسيطرتها ونفوذها. أسرة حميد الدين مختفية تماما، إضافة إلى الأسر التي كانت قريبة من أسرة حميد الدين والتي ساعدتها في الحكم خلال تلك الفترة. هذه الأسر يبدو كأنه تم الانتقام منها واضطهادها وإبعادها من المشهد. جماعة الحوثي تريد أن تنتقم في اتجاهين. الاتجاه الأول تنتقم من جميع اليمنيين الذين قاوموا ظلم الأئمة عبر التاريخ ووصلوا إلى إقامة الجمهورية اليمنية، والاتجاه الآخر تصفيات داخل جماعة الحوثي نفسها أو داخل الأسر الهاشمية بإقصاء الأسر التي لم تكن أو التي كانت صاحبة النفوذ والحكم في العهود السابقة وإقامة حكمها هي. كانت نعم وها هي الآن تصفياتها واغتيالاتها بدأت تطفو على سطحها ولا تستطيع أخفائها بعد الآن، سواء لمن كان معها أو ناصرها. إذن أوصل معك أستاذ وضاح إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي وضاح الجليل، وأشكركم مشاهدين الأكارم لحسن المتابعة. حتى الملتقى في أمان الله وحفظه.